الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت وزارة المالية في العراق أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهرا تجاوزت 121 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 93%. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 112,665,400,000 دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8,549,000,000 دينار. ويعد استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعله في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها. حذر خبراء في الشؤون المالية والاقتصادية من استمرار آلية الاقتراض الخارجي للعراق بشروط مفروضة من الجهات المانحة أو المقرضة. وبين الخبراء الاقتصاديون أن العراق يدفع كأقساط وفوائد الاقتراضات ما يقارب 10 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل 7 مليارات دولار، وهذه الاقتراضات لا تشكل أكثر من 25 مليار دولار، والتي لا تزيد عن نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا حجم دين مخفض يعبر عن اقتصاد جيد. وأشار الخبراء إلى أن هناك خطورة من الاتفاقية الصينية التي يكون حجم الفائدة بها غير معروف، وبالتالي قد تغرق العراق بالديون. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع انخفاض أسعار النفط العالمي، وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 38 سنتا ليصل إلى 70 دولارا، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 28 سنتا ليصل إلى 73 دولارا. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد ارتفاع الدولار الأمريكي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، اللذين عوضا المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط بما في ذلك الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد. وأوضح أردوغان أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب في السوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر أن تركيا تسير على الطريق الصحيح. من جهتها أكدت وكالة موديز أن السبب الرئيس لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابي للاقتصاد التركي تتمثل في التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية. ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 4% على أساس سنوي في كانون الأول الماضي عام 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الكحول والتبغ. وعلى أساس شهري زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وجاء أيضا أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، وارتفاعا من 0.2% في شهر تشرين الثاني الماضي. وكان اقتصاديون قد توقعوا تباطؤا متواضعا في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.8% بعد انخفاض حاد أكثر من المتوقع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 3.9%. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
كتاب موجز إلى اللقاء.